هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي سلم ميزان العدل إلى أكف ذوي الألباب وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين بالثواب والعقاب، وجعل شريعة الإسلام كاملة لا نقص فيها ولا عاب. أحمده حمد من يعلم أنه مسبب الأسباب، وأشهد بوحدانيته شهادة مخلص في نيته غير مرتاب، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله وقد سدل الكفر على وجه الإيمان الحجاب، فنسخ الظلام بنور الهدى وكشف النقاب، وبين للناس ما أنزل عليهم وأوضح ما في الكتاب، وتركنا على المحجة البيضاء لا سرب فيها ولا سراب. فاللهم صل عليه وعلى جميع الآل والأصحاب وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والحساب. من يطع الله ورسوله فقد سعد واهتدى وسلك منهاجا قويما واتبع سبيلا رشدا، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى واعتدى ولا يضر إلا نفسه ولا يضر أحدا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهو القائل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين، واجعلنا بفضلك من ورثة النعيم. ثم أما بعد، معشر الأفاضل والفضليات، ما زال حديثنا عن إسراء الرسول صلى الله عليه وسلم ومعراجه. وقد ذكرنا في الحديث الذي رواه البخاري بعض تفاصيل إسراء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استخلصنا من ذلك نخبة من المواعظ والدروس التي يمكن أن نستفيد منها في حياتنا، والتي تبين لنا وجه بعض المسؤوليات والتبعات التي تلتصق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة فيما يخص المسجد أو بيت الله الذي أسري إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعني بذلك بيت المقدس. ثم نمر اليوم إلى تفاصيل معراج الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعتمد في ذلك على نفس الحديث الذي رواه الإمام البخاري. فبعدما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن الأنبياء في بيت المقدس، جاءه جبريل عليه السلام بالبراق، ثم عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى مرفوقا بسيد الملائكة سيدنا جبريل عليه السلام. صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى السماء الدنيا، فاستفتح جبريل، أي طلب من الملائكة التي تحرس مدخل هذه السماء، طلب منهم الإذن أن يفتحوا له. فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ هل بعث له؟ هل طلب منه أن يحضر معك؟ فقال سيدنا جبريل: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء، فنعم المجيء جاء. ففتح باب السماء الدنيا،
فلما خلص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإذا فيها آدم عليه السلام، فقال له جبريل: هذا أبوك آدم. فسلم جبريل عليه وسلم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد آدم عليه السلام السلام على رسول الله، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. مرحبا بالابن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من ذريته. مرحبا بالابن الصالح وبالنبي الصالح. ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رفقة جبريل حتى أتى السماء الثانية، فاستفتح جبريل فسئل عمن هو وعمن معه، فأجاب بنفس الجواب ففتح له. فلما خلص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية وجد فيها يحيى وعيسى عليهما السلام، وهما ابنا خاله، هما ابن خالة، ولد خالته، وكل واحد ولد خالة الآخر، ابن خالة الآخر. فسلم عليهما ورد عليه السلام، ثم قال له: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثالثة بنفس التفاصيل التي ذكرناها في الأولى والثانية، فلما خلص إليها وجد فيها سيدنا يوسف عليه السلام، ثم عرج إلى السماء الرابعة حيث وجد فيها سيدنا إدريس. وهذه من المعلومات القليلة التي نعلمها عن إدريس عليه السلام. نعلم أن الله تبارك وتعالى لم يفصل لنا قصة إدريس في القرآن الكريم، ولكن هذه الخاصية لا يعلم مداها وسببها إلا الله تبارك وتعالى. ثم صعد إلى الخامسة فوجد فيها هارون عليه السلام أخ سيدنا موسى، ثم صعد إلى السادسة فوجد فيها سيدنا موسى عليه السلام، ثم صعد إلى السابعة فوجد سيدنا إبراهيم عليه السلام، وفي رواية وجده متكئا بظهره على البيت المعمور الذي سوف نذكره. هكذا إذن كان معراج الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوقا بجبريل عليه السلام، يرقى من سماء إلى سماء ويلتقي ببعض الملائكة الذين لم يراهم من قبل، ويلتقي ببعض كبار الأنبياء ويسلم عليهم ويسلمون عليه ويدعون له بالخير ويرحبون به في السماوات. وبعدما التقى بإبراهيم عليه السلام رفعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى. سدرة المنتهى، والسدرة هذا اسم شجرة معينة فيها ثمار معينة تسمى بالنبق، حنا تنقولها في الدارجة النبق، النبق باللغة العربية. فإذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا نبقها كقلال هجر. والقلال هي جمع قلة، والقلة هذه يعني نوع من إناء كان يوجد في هجر، إناء بشكل معين كانت هجر معروفة به. وهجر هذه هي مدينة كانت توجد آنذاك تسمى في دولة البحرين، كانت هي عاصمة منطقة البحرين، ولكنها الآن هي مدينة الأحساء في العربية السعودية، الآن هي مدينة الأحساء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم واصفا هذه الشجرة: فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. ونحن نعلم أن هذه الشجرة هذه أصلا أوراقها صغيرة وثمارها صغيرة، ولكن هذه سدرة عظيمة، وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف. ثم قال: وإذا أربعة أنهار، يعني إذا به يرى أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقال: ما هذان يا جبريل؟ فأجابه جبريل عليه السلام: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات، يعني نهر النيل الذي ينبع في إفريقيا ويصل إلى مصر قبل أن يصب في البحر، نهر النيل ونهر الفرات الذي يسيل أو يجري
في العراق الآن. وقد اختلف العلماء في سبب تسمية السدرة بسدرة المنتهى، لماذا سميت بسدرة المنتهى؟ والإمام القرطبي رحمه الله يذكر 9 أقوال في هذا الأمر، نذكر بعضها. قيل أنه ينتهي إليها كل ما يهبط من فوق وكل ما يصعد من تحت، يعني هذه السيرة ينتهي إليها، يعني الذي يصعد من تحت لا يمكن أن يذهب إلى أبعاد منها، والذي ينزل من فوق لا يمكن أن يذهب إلى أبعاد منها. هذا تفسير ذكره بعض العلماء وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه. التفسير الثاني ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال أنه ينتهي إليه أو إليها، إلى هذه السدرة ينتهي إليها علم الأنبياء ويعزب علمهم عما وراءها. الأنبياء كلهم إذا فتح الله عز وجل لهم شيئا من معرفة ما يوجد في السماوات، علمهم هذا ينتهي إلى هذه السدرة، فلا يستطيعون معرفة وعلم ما وراء تلك السدرة، فلذلك سميت بسدرة المنتهى، إليها ينتهي علم الأنبياء. وروي عن كعب بن الأحبار رضي الله عنه أن الملائكة والأنبياء ينتهون إليها ويقفون عندها، لا يستطيع الذهاب إلى أبعاد منها لا الأنبياء ولا الملائكة، فهذه هي نهاية لوصولهم. وقيل كذلك وروي ذلك عن الضحاك أن الأعمال تنتهي إليها، أعمال العباد التي ترفع تنتهي إلى هاته السدرة وتقبض منها. وقيل كذلك أن أرواح الشهداء تنتهي إلى هذه السدرة، حين ترفع أرواح الشهداء تنتهي إلى هذا المكان. وقيل أن الذي وصل إلى هذا المكان وصل إلى منتهى الكرامة، ووصل هذا المكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من بين البشر، يعني هذا وصل إلى أكبر قيمة، إلى أكبر مستوى من تكريم الله تبارك وتعالى، وهذا هو الشرف الذي ناله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أشكل على العلماء معنى أن النيل والفرات من الجنة، ما معنى أنهما من الجنة كما ذكر الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر معنى ذلك ولم يعطينا تفاصيل تخص ذلك، ولذلك اختلف العلماء في هذا المعنى. فمنهم من قال أن منبع النيل والفرات في الجنة، وأن الله عز وجل يسلك ماءهما إلى الأرض، فينبعان في الأرض، يأتيان من الجنة، النبع في الجنة ولكنهما يسلكان في مجرى الأرض، كيف يكون ذلك؟ الله أعلم. هذا تفسير أعطاه بعض العلماء، ولكنهم لم يعتمدوا في ذلك بالطبع على حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقولون بأن أصل النيل والفرات في الجنة، كما أن أصل الإنسان في الجنة، سيدنا آدم عليه السلام أصله في الجنة، كان يسكن الجنة ثم أنزله الله عز وجل الأرض، فقيل بأن نهر النيل والفرات كان في الجنة ثم جعلهما الله تبارك وتعالى في الأرض كما جعل آدم في الأرض. هذا تفسير كذلك ذكر في هذا المجال. وقيل أن معنى ذلك أن في الجنة نهرين وافق اسمهما اسم هذين النهرين في الدنيا، يعني أن نهرين الجنة لا علاقة لهما بالنيل الذي نعرف، الفرات الذي نعرف، ولكنهما يشتركان معهما في الاسم فقط، يشتركان معهما في الاسم. هذه بعض التفاسير التي ذكرها العلماء بهذا الخصوص. والأنهار الأربعة التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنها تنبع من تحت سدرة المنتهى، يعني منبعها يوجد تحت سدرة المنتهى. وقد ذكر الله تبارك وتعالى سدرة
المنتهى في القرآن الكريم في سورة النجم، حيث قال مولانا: أفتمارونه، وفي قراءة أفتمرونه، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه، هنا ترجع الضمير يرجع إلى جبريل، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر، يعني بصر محمد صلى الله عليه وسلم ما زاغ، إنما رأى رؤية حقيقية، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هنا عند تفسيران أو تفسيرين، إما أنه من كل آيات الله رأى أكبرها، من كل آيات الله رأى أكبرها، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني لقد رأى الكبرى من آيات ربه. والتفسير الآخر، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني أراه الله عز وجل كبرى الآيات، عدة آيات كبرى وليس واحدة. على أي حال، أنه رأى آيات كبرى، إما واحدة وإما كانت أو كانت كثر. ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. والذي غشي السدرة، إذ يغشى السدرة ما يغشى، هذه كذلك اختلف فيها العلماء، واعتمدوا على بعض الروايات الصحيحة التي ذكرت حديث المعراج عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها ما ذكره الإمام مسلم. فاختلف في كنهها العلماء، فقيل أن الذي يغشى، يعني الذي يأتي ويغشى تلك السدرة، هم الملائكة، هم الملائكة، فيأتون حولها وهم كثر، وكأنهم طير، وكأنهم طير، أو وكأنهم فراش، وقد ذكر رسول صلى الله عليه وسلم فراشا من ذهب، واعتمدوا على ذلك، قال لعل الملائكة تأتي إلى هذه السدرة كما يأتي المؤمنون المسلمون إلى الكعبة، كما يحجون إلى الكعبة ويأتونها من كل مكان، كذلك الملائكة تغشى هذه السدرة وكأنها طيور أو كأنها فراش، ويجتمعون حولها. وقيل أن الذي يغشى تلك السدرة إنما هو نور الله تبارك وتعالى. معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغ سدرة المنتهى تجلى الله عز وجل له بنوره. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى الله تبارك وتعالى في هذه الرحلة، لم يرى، وإنما تجلى الله عز وجل له بأنواره، كما تجلى الله تبارك وتعالى للجبل لما سأل الله عز وجل موسى عليه السلام فقال أرني أنظر إليك، فالله عز وجل قال لن تراني، ما لن تستطيع أن تراني، قوتك البشرية، القوة البشرية ضعيفة، قوة هزيلة وقاصرة، ولا تستطيع أن تستحمل رؤيتي. فالله عز وجل أمر سيدنا موسى أن ينظر إلى الجبل، قال انظر إلى الجبل سوف أتجلى للجبل، فانظر هل يستقر الجبل في مكانه. فلما تجلى الله عز وجل إلى الجبل جعله دكا، يعني دك ذلك الجبل، الجبل لم يطق أن يتجلى الله عز وجل له، فما بالك بالإنس. لكن الله تبارك وتعالى هنا تجلى لسدرة المنتهى، في قصة سيدنا موسى تجلى الله للجبل فجعله دكا، وفي معراج رسولنا صلى الله عليه وسلم تكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم تجلى الله عز وجل للسدرة، فلم تنحرق السدرة ولم تذهب أو لم يعني تفنى تلك السدرة. وبينما خر موسى عليه السلام صاعقا حين رأى هول ذلك المنظر، خر سيدنا موسى صاعقا، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزلزل، لم يتزلزل. إذن قال العلماء بأن لعل هذا هو هذا التفسير، لعل هذا هو تفسير ذلك، تجلى الله بنوره إلى سدرة المنتهى تشريفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء
في حديث رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن معراجه وعن سدرة المنتهى قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت السدرة في مظهرها تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. يعني كان يراها في شكل، فلما غشاها ما غشا، وهذا ما ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم، جملها الله تبارك وتعالى، أصبحت جميلة، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، لا يستطيع أحد أن يصف ذلك الحسن الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن في الجنة ما لا علم رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وسدرة المنتهى هذه من الغيبيات التي لا يمكن أن نقارنها بما نعرفه في الدنيا، فلعل الله عز وجل جعل لها من المظاهر ما لا يمكن أن يخطر على بال بشر وما لا يمكن للسان أن يصفه، وهذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فتوقف عن وصف ذلك لأنه لا يجد مثالا دنيويا يعهده الناس يضربه على جمال يضربه كمثال على جمال تلكم الشجرة. وفي رواية أخرى لمسلم قال صلى الله عليه وسلم: فغشيها ألوان لا أدري ما هي، غشية تلك السدرة ألوان لا أدري ما هي، يعني ألوان لم أرها من قط. إحنا الألوان اللي تنعرفوها راه عارفينها، هالألوان اللي تنعرفوها تشوفها في الطبيعة في الأزهار والأشجار والسماء إلى غير ذلك، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رأى في تلك الشجرة ألوانا لا يعرفها، لم يتراها عينيه قط أو قط. إذ يغشى السدرة ما يغشى، وهذه هي التفسير التي أعطيت لهذا المقطع القرآني. ثم رفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم البيت المعمور، وهو بيت كالكعبة بالنسبة للمسلمين، تحج إليه الملائكة كل يوم، يدخل فيه 70,000 ملك كل يوم، ثم يخرجون ولا يعودون إليه منذ أن خلقهم الله عز وجل. 70,000 ملك كل يوم يدخلون البيت المعمور ثم يخرجون منه، وهذا البيت هو في السماء السابعة، وهو على نفس المستوى العمودي للكعبة. كيف ذلك؟ الله أعلم. هذه من الأمور الغيبية التي لا يمكن أن نفقهها بقدراتنا المحدودة. ثم فرضت الصلوات 50 على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، فرض الله عز وجل عليه 50 صلاة. وكما تعلمون القصة، لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم فمر بالسماء السادسة التي كان فيها موسى عليه السلام، سأله سيدنا موسى: ما فرض الله عز وجل عليك؟ فأخبره 50 صلاة، فقال سيدنا موسى عليه السلام: إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة في اليوم، فإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. نصحه سيدنا موسى عليه السلام، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي كان فيه، وسأل الله عز وجل أن يخفف عن أمته عدد الصلوات، فخفف الله عز وجل إلى 40. ثم مر مرة أخرى بسيدنا موسى فأخبره الخبر، فنصحه موسى ووصاه أن يرجع فيطلب التخفيف لأمته، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخفف الله عز وجل عليه إلى 30، ونفس الشيء تكرر إلى 30 إلى 20 إلى 20 صلوات إلى 5 صلوات، ومع ذلك سيدنا موسى ظل يحث على أن يطلب التخفيف لأمته، فاستحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو كان يمكن أن يستحيا الرسول صلى الله عليه وسلم من أول وهلة، ولكن رأفة بأمته رجع فسأل الله عز وجل التخفيف، ورجع الثانية والثالثة والرابعة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الشريعة الإسلامية لا مشقة فيها، وأن الله عز وجل يسر لهذه الأمة ما لم ييسره لأمم سابقة. وحق
للمسلمين أن يفخروا بذلك، وحق للمسلمين أن يهتموا بهذه الصلوات الخمس التي فرضها الله عز وجل عليهم، التي جعل لهم فيها 50 أجرا. معنى 50 أجرا يعني ما يناله المسلم في صلاة 10 مرات ما يناله غير المسلم من الأمم السابقة الموحدة إذا صلت لله تبارك وتعالى. وهذه خاصية لأمة الإسلام التي جعل الله عز وجل الأجر لها أضعافا مضاعفة مقارنة بالأمم السالفة. فيجب على المسلم أن يشعر بهذه المنة الإلهية وأن يهتم بهذه الصلوات. وانظروا رحمكم الله إلى رمزية فرض الصلاة في المعراج. فرض الصلاة في المعراج هي الفريضة الوحيدة التي فرضها الله عز وجل من فوق 7 سماوات على محمد صلى الله عليه وسلم في حادثة المعراج. وكأن الله تبارك وتعالى يقول لنا: الصلاة هذه التي فرضتها عليكم هي معراجكم إلى السماوات العلى. حين تصلي تصعد في معراج إلى الملكوت الأعلى. وهكذا يجب أن تستشعر يعني في صلاتك، وهكذا يجب أن تخشع في صلاتك، فتشعر أنك قد فارقت الدنيا وفارقت أهلها وفارقت همها، وعرج بك إلى الملكوت الأعلى، وقربت من الله تبارك وتعالى، وتجلت لك عظمة الله، وتجلت لك رحمة الله تبارك وتعالى، وتجلت لك معية الله تبارك وتعالى. هذا ما يجب من بين ما يجب أن نستخلصه من قصة معراج الرسول صلى الله عليه وسلم. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين، وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، ويرحم الله عبدا قال آمين. بسم الله. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واجبرنا يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لعمل الخير وخير العمل، واجعلنا من الأتقياء الأنقياء الأصفياء البراء من كل شرك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت، وأن ولا منجى منك إلا إليك. أسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع اللهم في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وقضيتها لنا، وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.